والجوية. موبيليس أينما كنتم. متابعي ومشاهدي قناة الحياة الجزائرية، مرحبا بكم إلى توقعات أحوال الطقس نهار الاثنين إن شاء الله مع صباح. بداية بالنسبة لوضعية اليوم، تبقى الأجواء مضطربة بالأخص بالنسبة للمدن الشمالية، حيث راح نسجلوا أمطار راح تكون غزيرة نوعا ما. أما بالنسبة للمدن الجنوبية تبقى الأجواء عندكم صافية، لكن راح تكون مرفوقة ببعض السحب العابرة. جوز نشوفوا حال الطقس مع الفجر إن شاء الله. مع الفجر إن شاء الله كما قلنا حنسجلوا أجواء غائمة بالأخص بالنسبة للمدن الساحلية، وين تلتحق كذلك هذه الامطار بالنسبه للمناطق الساحليه الغربيه، هي تمتد للوسطى تلتحق كذلك بالمدن الساحليه الشرقيه. هنا حنسجلوا اجواء غائمه بزياده شويه، راح تكون مرفوقه بامطار، هذه الامطار ما راحش تكون وحدها، راح تكون مرفوقه برعود. راح نسجلوا بعض السحب العابره بالنسبه للمدن الداخليه الشرقيه، التحقوا بالجهه الجنوبيه الشرقيه، يوصلوا كذلك شمال الصحراء وجنوب الصحراء. لكن على العموم هذه السحب راح تكون بدون فعالية بالنسبة لحالة الصيد والملاحة. البحر إن شاء الله راح يكون هادئ، سرعة الرياح راح تكون ما بين 10-15 كيلومتر في الساعة. نشوفوا درجات الحرارة في صباح إن شاء الله. في صباح درجة صغيرة كامل هذه المرة راح تكون بولاية تندوف ب 11 درجة، والدرجة الكبيرة كامل راح تكون بولاية أضرار ب 23 درجة. 19 درجة كانت بولاية غردايه، 15 كانت بالجلفة، 18 درجة كانت بالجزائر العاصمة، و 19 درجة كانت بولاية تيزي وزو. هذو كانوا درجات الحرارة مع الصباح إن شاء الله. تجوز نشوفوا الحال مع العشية. مع العشية إن شاء الله كما قلنا مازال الاضطراب الجوي متواصل بالأخص على المدن الشمالية. هذ الغيوم ما راح يكونوا وحدهم، راح يكونوا مرفوقين بأمطار، راح تكون هذه الأمطار غزيرة نوعا ما. أما بالنسبة للمدن الجهة الجنوبية الشرقية التحاقا بالمدن الشمالية وصولا للجنوب الصحراء، راح نسجلوا بعض السحب العابرة اللي ما راح يكون عندها فعالية. بالنسبة لحالة الصيد والملاحة، البحر إن شاء الله راح يكون هادئ، وسرعة الرياح راح تكون من 10-15 كيلومتر في الساعة. نشوفوا درجات الحرارة مع العشية إن شاء الله. معلش ان شاء الله هذه المره درجات الحراره راح يكونوا بكل من ولايه وهران وتليبسان ب 21 درجه، والدرجه الكبيره كامل راح تكون بعين صالح ب 38 درجه. 31 درجه كانت بولايه غردايه، 28 كانت بولايه الجلفه، 25 لحقت بالجزائر العاصمه، و 24 درجه كانت بكل من ولايه تيزي وزو وسطيف. هذو كانوا درجات الحراره. معلش ان شاء الله نشوفوا توقعات الطقس اليومين الجايين. اليومين الجايين ان شاء الله مشاهدينا بالنسبه لنهار 3 اضطراب الجوي راح متواصل بالاخص على المناطق الساحليه الغربيه، يلتحق كذلك بالجهه الجنوبيه الغربيه. اجواء عندكم راح تكون غائمه بزياده شويه، راح تكون كذلك مرفوقه بامطار، راح تكون غزيره. راح نسجلوا بعض السحب العابره اللي ما راحش يكون عندها فعاليه بالنسبه للمدن الساحليه الوسطى، تلتحق بالشرقيه والمدن الداخليه. نفس الغيوم هذو اللي ما راحش يكون عندهم فعاليه نلقاهم بالنسبه لشمال الصحراء. بالنسبه لدرجه الحراره، درجه صغيره كامل راح تكون بولاية البيض ب 9 درجات، والدرجة الكبيرة كامل راهي بعين صالح ب 39 درجة. وضعية البحر إن شاء الله راح يكون قليل الاضطراب على السواحل الغربية والسواحل الوسطى، سرعة الرياح راح تلحق 20 كيلومتر في الساعة، وراح يكون هادئ على السواحل الشرقية وين سرعة الرياح راح تقدر ب 15 كيلومتر في الساعة. هذا فيما يخص يوم الثلاثاء. أما بالنسبة فيما يخص يوم الأربعاء، اضطراب الجوي راه متواصل على المدن الشمالية، الأجواء مازالها غائمة والأمطار راح تكون غزيرة نوعا ما. راح نسجلوا بعض السحب العابرة بالنسبة للجهة الجنوبية الشرقية، يلتحقوا بوسط الصحراء وشمال الصحراء، لكن على العموم هذه السحب ما راحش يكون عندهم فعالية. درجة الحرارة، درجة صغر كامل عرفوا انخفاض كبير، ونلحقوا الربع درجات بكل من ولاية المدية والبيض، كذلك بالنسبة للدرجة الكبيرة عرفت انخفاض كبير ولحقت 34 درجة وراهي بولاية عين صالح. فيما يخص فيما يخص حالة البحر، البحر راح يكون هادئ على طول الشريط الساحلي، وسرعة الرياح راح تكون ما بين 10-15 كيلومتر في الساعة. هادو كانوا توقعات الطقس اليومين الجايين. بالنسبة للمعلومات الفلكية نهار الاثنين إن شاء الله الشروق راح يكون على 7 بيل، أما الغروب راح يكون على 6:04 دقائق. لمزيد من المعلومات زون عبر موقعنا على الفيسبوك أو عبر الويب بالمعلومات الفلكية نهار الاثنين إن شاء الله. نكون لحقنا الختام شرط الحول الجوية نهار اليوم. بقلق نقول لكم تلقاو غدا إن شاء الله في نفس الموعد. بقاو على خير. قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.